مساكم الله بالخير اخواني واخواتي، وسعيد التقي معاكم من خلال هذا السناب، وبتكلم فيه عن كذا نقطه برجع لكم. الموضوع الاول عقد القران او الملكه والتلاعب اللي يصير فيها وردود الفعل اللي وصلتني. هناك طبعا من استنكر، وهناك من كان له رده فعل مؤيده ان احنا لازم نضرب بيد من حديد لهؤلاء. والغريب بعض الاراء اللي وصلتني اللي تقول وش فيها؟ هذا يعتبر عقد شرعي ورسمي، شو المشكلة؟ المشكلة انه راح يفتح باب للتلاعب، المشكلة انه راح يخالف القوانين، المشكلة انه هو لن يعتد فيه، المشكلة لو كان في حمل بكرة. في احد الدول لما صار حمل وبعد الولادة من الابو يبرقة الملكة توهقوا. لا نستسهل الأمور المخالفة أرجوكم، ولا نشجع عليها بل نمنعها. الموضوع الثاني اللي يمكن كلمتكم أنا من فترة عن حديقة أكوا بارك المائية بكل جمالياتها وبكل فعالياتها وبكل الألعاب الجميلة اللي فيها، ويمكن أنا نبهت وحذرت وقلت لكم انتبهوا لأن هناك بعض السلوكيات في يوم النساء مرفوضة وحتى لا يجوز شرعا. وبعد ما طرحت هذا الموضوع كثير دخلوا لي على الخاص وسألوني شو الموضوع، والبعض منهم شرحت لهم، والبعض لهم بينت لهم بعض النقاط من بعيد لبعيد، والبعض الآخر وجه اللوم الكبير على غياب دور الأم، وكان سؤالهم الأم وين؟ الأم ما تدري بنتها وين رايحة؟ الأم ما تدري عن سلوكيات البنت؟ ولا الأم ساكتة ومفتكة منها؟ إذا كانت تدري هذه مصيبة، وإذا كانت ما تدري مصيبة أكبر، وإذا كانت تدري وساكتة أكبر وأكبر. يعني بعيد شوية موضوع، مثل وصلني قبل يومين، يعني واحدة دخلت السينما وبعدين تذكرت أنها ما قالت حق أمها، طلعت من السينما بلغت أمها أن هي راحت السينما، ولكن مبهني المشكلة. تدون وين المشكلة؟ المشكلة إن البنت هذه كيف طلعت من البيت وراحت السينما ومن ودها السينما وبعدين تذكرت أمها. هذا مجرد مثال بسيط، وهي صرخة للأمهات، انتبهوا على بناتكم، انتبهوا على أولادكم، كفايهم. يمكن البعض منكم ما يعجب كلامي، يمكن البعض منكم يتحفظ على كلامي، ولكن أنا أقول لكم واقع وصار وبلغني من عدة مصادر، وكثير من الأخوات الأمهات طالبوا بعودة سلطة الأم مرة ثانية وانتباهها لعيالها، وكفاية طلعات مثل ما قالوا. طبعا ردي لهم بالعكس، في أمهات واعيات وفاهمين وحافظين على بناتهم ومحافظين أيضا على سلطتهم على بناتهم، ولكن البعض لا. ونتذكر دايما مو أي شخص ممكن يكون صديق لولدي، ومو بأي واحدة ممكن تكون صديقة لبنتي، انتبهوا منهم. دور الأب والأم دور كبير في حياة الطفل، الطالب، البنت، الولد، الشاب، الصغير، دور مهم جدا. ما أبغى أطول عليكم، ولكن من الردود استشفيت هذا الكلام ونقلت لكم، وأتمنى إن شاء الله يا رب الله يسرع الجميع. تحياتي.
الله يسعد مساكم اخواني واخواتي. يمكن البعض منكم استغرب من التعليقات اللي وصلتني اللي كتبتها لكم. والله يا اخوان لو تصدقون ان كثير مسجات وصلتني لوقائع واحداث حصلت للموضوع اللي تكلمت عنه اليوم. واللي استغربت منه ان الام او مجموعه من الامهات انت ليش تفتح عيون الرجال علينا؟ خلهم ما يدرون. طبعا سالتهم تقصدون من الرجال؟ فقالوا ابهاتهم ازواجنا. ليش لا تنبههم وتعرفهم احنا شو نسوي او باتنا شو يسوون؟ والله شيء يحزن اذا كانت الام بهذه الصوره. انا ما اقول الكل ولكن قله قليله وهم هذيلا. عرفتوا الحين لما اقول لكم انتبهوا ليش؟ مش من البنت فقط، قد يكون من الام او بسبب غياب الاب والام. بما ان اليوم الخميس يوم اجازه والكل طالع، فايش رايكم نغير الموضوع شوي ونتكلم عن الهديه. الهديه عاده لها تاثير في النفس وايد ايجابي للطرفين، للهادي والمهدي له. وجربوا الان اخواني واخواتي انكم تروحون لاقرب مكان يبيع هدايا حلوه، عطر، ساعه، شغله كذي. اختار شيء تشوفه جميل واهديه لهم من غير مناسبه، للوالدة، للوالد، للإخوان، الأخوات، وللزوجة أو الأبناء. وأكد وأقول من غير مناسبة، دايماً الهدية اللي تيجي من غير مناسبة لها وقع أجمل وأكثر وأحلى في نفس الآخر. ولكن أنا أنصح أن احنا نقدم الهدية أيضاً لأم الزوجة أو لأم الزوج، وشوفوا ردة الفعل الحلوة شلون. ما راح أقول لكم كيف راح يكون ردة فعل كل منهم، ولكن راح تشوفون ردة فعل غير متوقعة ورائعة. وتجرب انك تهدي صديق لك هدية بسيطة تقديرا منك له او اذا كان زعلان منك. شفت المثل اللي يقول طاح الحطب؟ فعلا راح يطيح الحطب وتصفى النفوس وترجع مرة ثانية بمعزة ومحبة. وهذا طبعا لا يمنع ان انا اخذ هدية في يوم مناسب ايضا، مناسبة حلوة فيها فرح فيها سعادة، ما يمنع ناخذ هدية حتى لو كانت وردة. يمكن بعضنا ما عنده قدرة التعبير بالحب والمشاعر، لكن ممكن يعبر بطريقة ثانية، عطاء فلوس، هدية، وردة. جرب فكرة الهدية من غير مناسبة وما أجمل ردود الفعل راح تشوفونها بنفسكم. أحد الأخوة يقول لي أبو علي بنصدقك أعطي هدية لزوجتي؟ تعطيها تبتسم وشوف ردة فعلك كيف راح تكون. وبالمقابل أيضا أقول للزوجة فاجئي زوجك بهدية حلوة حتى لو كانت بسيطة، ارضيه ولا تخليني يزعل منك. يا جماعة الخير أنتوا ليش مستغربين على موضوع الهدية؟ ليش مستغربين أن أعطي أختي هدية ولا أعطي زوجتي ولا أعطي بنتي ولا أعطي أخوي؟ إيش المشكلة؟ بالعكس، بدل ما تستغرب وتستنكر وتكتب لا تضيع الوقت، روح أقرب مكان، خلك هدية حلوة وعطها لهم وشوف ردة الفعل عقب لك الحل. محلات الورد كثيرة، محلات الساعات، الهدايا، كل شيء حولك موجود. لا تقول والله ما أعرف، لا، روح هناك هم بيعطونك. بس لا تنسى الشغلة مهمة، أول هدية تجيبها تجيبها للوالدة الله يحفظها لك، وبعدين تجيب للكل. النقطة الأهم لما توصلك الهدية، إيش هو ردة فعل الشخص هذا؟ هذا مهم جدا. نبتسم ونفرح ونكون سعداء بهذه الهدية، ولكن لا نسترخصها ولا نسأل عن سعرها ولا السبب. لا، دائما الزوج أو الزوجة لما يهدون بعض هدية دائما يتوقع أنها راح تكون في فرح وسعادة، فلا تخسرون جمال هذه اللحظة. لا تتردد في الإهداء، لا تتردد في شراء هدية، لا تتردد حتى في الكلمة الحلوة عبر مسج أو سناب. ودائما الفعل الطيب صداه طيب، ورح يكون أيضا هناك ردة فعل أطيب، فلا تتردد. أحد الأخوات تقول لما زعل زوجي مني شريت له سيارة، ولما أنا زعلت
دفع الفلوس. واحد من الأخوان يقول يا أبو علي لما نهدي زوجاتنا هدية من غير مناسبة يبتدي الشك، يبتدي الحب من جديد أيضا. واحد يقول دائما زوجي تسألني بكم سعر الهدية هذه ومن وين شريتها. يا جماعة الخير، الهدية مش بسعرها وحجمها، الهدية بمعناها وبالرسالة التي بتوصلها هذه الهدية. مفهوم الرسالة. الغريب أن واحد من الأخوان يقول يا حسن أنا أتمنى زوجتي في يوم تفاجئني بهدية. يقول نهائيا ما عمرها جابت لي شيء. يقول لما دورت وسألت وشفت ترى لقيت أن البيت عندهم كلهم نفس المشكلة هذه، ما لهم خص في شيء اسمه هدية. غريبة. يا جماعة الخير، تعلموا إهداء هدية لبعض، اهدوا بعض هدايا بمناسبة أو غير مناسبة وشوفوا واقعها. بس مش كل يوم، اصبر، إيه مش كل يومين ثلاثة جايب هدية، لا، في الشهر مرة، في الشهرين مرتين كذا، بحيث إنه يكون في هناك اشتياق للهدية ونوعه في الهدايا. مرة وردة، مرة عطر، مرة ساعة، مرة ذهب، مرة فلوس، مرة اللي تشوفه مناسب ومقدرتك، لا تكثر. وإذا قادر ومقتدر والله منعم عليك، سفرة على السريع تنمو بلك أنت وهي، وروح استمتعوا، هذه هدية.